إنجازات النهاردة عزيزي المشاهد، وبعد مرور 11 سنة من مؤامرة 30 زفت الناس ما شافتش منها غير الخراب ووقف الحال على إيد السيسي. وفي ذكرى ثورة الفساد والخراب العظيمة، السيسي بيطلع لهم قرارات توقف حالهم أكتر. من ضمن هدايا السيسي الحقيقة في هذه المناسبة السيئة، من ضمن هدايا للمواطنين قرار بإغلاق المحلات الساعة 10 مساء، وهيطبق القرار ده بداية من النهاردة. يعني زمان النهاردة أصحاب المحلات قافلين زي ما قال الخبر ده. الغلق 10 مساء ننشر عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم. الأحد 30 زفت 24، إيه رأيك؟ يعني السيسي بيقول لكم اقفل مصدر رزقك، وقف حالك تعيش مرتاح في الدولة دي، اقفل بدري عشان نوفر في استهلاك الكهرباء. هيطلع واحد من 30 يونيو يقول لك كل الدول المتقدمة بتعمل كده. بيعجبني انك جاهز، بيعجبني انك انت ذهنك حاضر. هيقول لك كل المحلات، كل الدول المتقدمة بتعمل كده وبتقفل محلات. انا معاك، انا تبعك، بس هو السؤال بقى، هو القرار ده عليه ايس كريم النهارده وعليه شوكولاته وفانيليا وبرتقان دلوقتي، بس في 2012 كان خراب بيوت للناس، ورفعوا وقتها قضيه على هشام قنديل رئيس الوزراء لما اخذ قرار ده، فاكرين؟ عزيزي المشاهد، احب افكرك زي النهارده او يعني قبل النهارده، يعني لما كان رئيس وزراء مصر خبير الري الدكتور هشام قنديل اخذ قرار باغلاق المحلات الساعه 10، كنا بنقعد على القهاوي يتريقوا على القرار. طيب اهو افكرك، ضد الغلاء تقاضي قنديل وعبدين لالغاء قرار غلق المحل في العاشره مساء. الجمعه، استنى يا حبيبي، استنى يا بابا، الجمعه 2/11/2012 اهو، ادي كان هشام قنديل. اقامت جمعيه، هي حاجه اسمها اقامت اول دعوه، يخرب بيت اللي بيدسك لكم الخبر. اقامت جمعيه مواطنون ضد الغلاء اول دعوه قضائيه بمحكمه القضاء الاداري ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واحمد زكي عبدين وزير التنميه المحليه للطعن على قرار حكومه اغلاق المحال التجاريه بعد العاشره. كنت فين يا لما قلت لا، او كنت فين يا لا لما قلت فاكر حبيبي يا رقه، فاكر ولا لا؟ قرار قفل المحلات 19 قطع الارزاق يثير جدلا واسعا في مصر. 3/11/2012 فين كنتوا؟ فين وليه وقتها في 2012 بس كان التجار معترضين وبيقولوا الله يخرب بيتك يا مرسي والاخوان هيخربوا بيوتنا؟ النهارده القرار اللي اصدره السيسي بقى حلو، بقى عليه شوكولاته وفانيليا وعليه وايت شوكليت كمان، يعني بقى جميل وفي صالح البلد. شوف يا بيه، تجار مصر يرفضون غلق المحلات، ده الكلام ده كان في اكتوبر 2012. الاهرام نفسها، تجار مصر يؤيدون قرار الدوله بغلق المحلات التجاريه الساعه 10، بقى حلو. اتعلم من التاريخ، بقى حلو دلوقتي لانه بالجزمه، دلوقتي لانه القرار دلوقتي بالجزمه، بس في 2012 كان قرار من حكومه طريه. يعني باختصار، اللي كان وحش ومضر بالصحه ايام مرسي بقى حلو النهارده ايام السيسي. طب هو الصح فين بقى؟ ان الناس تخرب بيوتها. الصح الناس نسمع كلام الناس كده، اسمع. انا مثلا فاتح محل هدوم، مصدر رزقي الوحيد هو محل الملابس ده، واحنا في الصيف تمام كده، فهو اساسا النور بيقطع في اليوم، مش هنقوله 3 ساعات، قول ساعتين. الساعتين اللي هم يعتبر اساسا في بدايه الشغل، اللي هو من 3 العصر مثلا لحد الساعه 5، فالشويه دول النور بيقطع فيهم، يعني الحبه دول النور بيقطع فيهم. طبعا على ما النور ما بيجي وتبتدي انت تشتغل، تبقى الساعه مثلا جت 6 7، اللي هو الوقت بتاع نزول الناس بقى الطبيعي، تمام كده. فوقت نزول الناس الطبيعي ده انت هتخليني اقفل فيه الساعه 10، انا هدفع ايجار ولا هدفع كهرباء اللي هي بتقطع، ولا هدفع عماله، ولا هطلع لنفسي انا المفروض اللي هو اليوميه زي اي حد موجود في المكان، ولا هجيب بضاعه، ولا اعمل ايه؟ طيب
يعني انا اعمل ايه بجد والله؟ انا بجد انا مش عارف اعمل ايه. يعني انا لما مثلا افتح واحده واقفل 10 وفي 3 ساعات دول كده نور بره الحسبه، 3 ساعات النور دول كده بره الحسبه، والله اعلم اساسا هشتغل ولا لا، دي اجزاء بتاعت ربنا. الوقت اللي انا بقفل فيه ده احيانا بيبقى من بعده بكتير بيبقى وقت الشغل. ان احنا في الصيف والناس بتسهر، الناس بتقعد في الشارع لحد الساعه 2 لحد الساعه 1. مش هقول لك قعدني لحد الساعه 3 الفجر لا، بس على الاقل يبقى الوقت مظبوط يا عم لحد الساعه 1 مثلا، يعني يبقى اخرنا الساعه 1، لان احنا في صيف. احنا لو في الشتاء اقول لك خلينا نقفل الساعه 10 عادي، او ممكن برضو 11 تمام. انما انت جاي في صيف وفي موسم وبتاع هتخلينا نقفل الساعه 10؟ طب انا هعمل ايه؟ طيب خلاص انا هقفل المحل واشوف شغلان. حلو، يعني تقطع الكهرباء عن المحلات 4 ساعات ولما ترجع لهم الكهرباء تقول لهم اقفلوا المحلات. ده تفكير ما يفكرش فيه غير ابليس نفسه، وخطه محكمه على فكرة. ده بوست مش كلامي، يعني بوست حد بيقول اهو. يعني انت عاوز تقطع الكهرباء عن المحلات 4 ساعات، واول ما الكهرباء تيجي تقفل المحلات، خطة في منتهى الذكاء. عيب عيب عيب. زمان كان قطع المحلات كهرباء، او يعني قصدي قفل المحلات الساعة 10 ايام الرئيس مرسي، كانت عيب وبتشجع على السرقة. والله كانوا بيقولوا كده، ويطلعوا المثقفين دول على الشاشات، هم نفسهم خالد داود والناس دي، قطع الساعة 10 ده هيؤدي إلى تفشي السرقة. قفل المحل الساعة 10 وقطع الكهرباء هيؤدي إلى تفشي السرقة. لكن دلوقتي بقى عادي، عادي جدا، بل بالعكس بقى عادي جدا، بقى عادي خالص، لدرجة ان هم بيقولك انه يا جماعة اعتمدوا على انوار السيارات اثناء ما سواقتكم قيادتكم السيارة المركبة في الطرق العامة، لان احنا نقطع الكهرباء عن الطرق العامة. النقل ترد على اظلام الدائري، اعتمدوا على اضاءة المركبات. الله، من زمان كان قطع الكهرباء وقفل المحلات الساعة 10 بيؤدي الى تفشي السرقة، دلوقتي ايه؟ بقينا في بص المنظر دلوقتي. الله عليك يا بيبو، الله عليك يا بيبو، عيب عليك عيب عليك. احترم الراجل يا راجل. يعني وانت سايق النقل بتقولك اعتمد على اضاءة المركبة. دلوقتي ايام الرئيس مرسي كانت قافل المحلات الساعة 10 مع قطع الكهرباء ده يؤدي الى تفشي السرقة. لا، خد بقى الجديدة بقى الكبيرة. احنا في ظل أزمة قطع الكهرباء لساعات طويلة، طلع عمك مبلولي هزاز الراس يقول لك طب ايه رأيك بقى، احنا بنقطع الكهرباء 4 ساعات عن المحلات والمصانع والحاجات دي، طب ايه رأيك بقى احنا نقفل المحلات الساعة 10؟ طب خد الكبيرة بقى، احنا نعمل ايه هلا في الليلة دي؟ احنا نعمل اعلان عن مؤتمر كبير صحفي، مؤتمر عشان نعلن عن الشراكة مع القطاع الخاص، مؤتمر عالمي. ده انتوا فاجرين قوي يا جدعان، ده انتوا معديين الجحود. يعني انتوا مفيش كهرباء مفيش مية مفيش غاز، بس نعمل مؤتمر للمستثمرين الاجانب نقول لهم تعالوا عندنا، ده الجو عندنا ربيع طول السنة. بأمارة ايه؟ معرفش يشيل الجدي؟ قال معلش اصل انا واخد على شيل الجمال. الا بأمارة ايه حضرتك؟ والله يا الحكومة تعقد مؤتمرا عالميا غدا لإعلان تفاصيل شراكة استثمارية مع القطاع الخاص بالساحل الشمالي. يا ولا، طيب حلو قوي، حلو جدا، أنا هصدقك. بس معلش يا عم مبلولي، في سؤالين هنا بيلحوا عليا. أول سؤال، الحكومة، معلش هات الخبر كده، الحكومة تعقد مؤتمرا صحفيا عالميا غدا، الحكومة؟ أنا مش انتوا بقالكوا أسابيع مش عارفين تشكلوا الحكومة دي؟ مش مفيش حكومة؟ مش احنا مفترض دلوقتي ان مفيش حكومة؟ يا عالم يا عالم، ده دلوقتي مفيش حكومة، دي حكومة تيسير أعمال. هل يجوز ان حكومة تيسير أعمال تعقد مؤتمر عالمي تاخد فيه قرارات تلبسها للحكومة الجاية؟ أنا عمري ما سمعت كده في حياتي. اللي أعرفه إن حضرتك مش في حكومة، إن الحكومة اللي موجودة دي حكومة تيسير أعمال، يعني تمضي بوسطة
تعدي ورق، انما هتعمل مؤتمر عالمي عالمي هتاخد فيه قرارات وانت حكومه تيسير اعمال. لا انت ليه ما طلعتش قلت سبب تاخير تشكيل الحكومه الجديده؟ ده اول سؤال. السؤال اللي هو هل يجوز حكومه تصريف اعمال ان تعقد مؤتمر عالمي تاخد فيه قرارات باي وش باي حق؟ تعمل مؤتمر عالمي تصدر فيه قرارات، تيجي حكومه جديده ببرنامج جديد تلبس في اللي انت عملته. ازاي تعمل مؤتمرات وانت حكومه تصريف اعمال؟ انت مؤقت. ملهاش غير حاجه واحده بس، انك بتعمل لقطه، انك مضغوط عليك عشان تعمل مؤتمر ده عشان الساحل الشمالي، الامارات اللي اشترت راس الحكمه، او انك بتعمل لقطه عشان تروح تقول لصندوق النقد بص يا جماعه احنا اهو بنعمل اهو شغل اهو مع القطاع الخاص، فاحنا بنمرر اي حاجه اهو، لان ده ما فيش منطق. لا يوجد منطق. الواقع بيقول ان الحكومه اللي موجوده دي حكومه تيسير اعمال، يعني لا يحق لها ان تعلن او تتخذ قرارات مهمه تشيلها للحكومه الجايه. ما يصحش. الواقع المنطق بيقول كده. والواقع بيقول ان حتى الان لم يعلن عن تشكيل حكومه جديده. فازاي تعمل مؤتمر وتعلن فيه عالمي انك في شراكه وتاخد قرارات وورق وفلوس والتزامات تلبسها لحكومه جايه؟